من خلال هذه الجولة الميدانية لساحات الحرية التي شهدت عدة مظاهرات في محافظة دير الزور، حيث تم استهداف هذه الساحات انتقاما من الثوار. وهنا من أمام ساحة وقرنة جعفر بدير الزور، وكما تشاهدون آثار الحرق والدمار التي طالت هذه المحلات وهذه المنازل بقذائف الغدر الأسدية. هذه إصلاحات المجرم بشار الأسد. انظروا إلى حجم هذا الدمار. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن بفضل الله تعالى قالها أبناء دير الزور: إننا صامدون ولن نركع إلا لله. استهداف المباني بوابل من القذائف والصواريخ. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. من أمام قرنة جعفر التي شهدت عدة مظاهرات هزت أركان الأسد ونظامه القذر، فقام بالاستهداف هذه الساحات انتقاما من الثوار الأبطال. ولكن نحن صامدون بإذن الله تعالى. هذا المبنى تم تدمير أجزاء كبيرة منه بقذائف الدبابات وصواريخ الطيران، والصورة خير دليل. حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما دخلت قوات الأسد الغادرة إلى هذا الشارع لفترة 5 دقائق فقط قبل أن يحضر إليها كتائب المجلس العسكري وأبطال الجيش الحر ويحررونها، قامت عصابات الأسد بتكسير وحرق محال الأخوة الثوار الذين كانوا يساهمون في الثورة السورية المباركة. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه قذائف الغدر الأسدية تسقط في شارع حسن الطاهة، واستهداف مباشر للمحلات التجارية. انظروا إلى حجم هذا الدمار الذي لحق بالمباني. دير الزور 22/8/2012.